رح نختم برنامجنا اليوم مع فقرة هن ومعي بالاستوديو آيا غرز الدين. آيا صبية عمرها 17 سنة، عملت من الضعف قوة من عمر ال 14 سنة، عاشت بلكي معاناة مش لازم كطفلة أو كمراهقة تعيشهم، ولكن قدرها كان هيك، ولكن قدرت تتغلب على كل الصعوبات، قدرت تنجح، قدرت تتميز، واليوم رجعت للحياة قوية وصحة من المرض بشكل كامل. رح نتعلم منها لآيا، هول القصص كتير بخلونا نتعلم بالحياة كيف نكون عن جد grateful، كيف نقول نشكر الله على كل لحظة، لأنه أوقات نتأفف من قصص بسيطة ما بنكون عارفين شو المعنى الحقيقي للحياة وقدي القصص البسيطة ما لازم نعلق عليها. آيا غرز الدين، صباح الخير. صباح الخير، كيفك؟ الحمد لله. اليوم انت كثير منيحه. ايه الحمد لله، وناطرة نتائج امتحانات الترمينال. صحيح. صح. آيا من عمر ال 14 سنه، انت اليوم عمرك 17، بعمر ال 14 اكتشفتي انه انت معك لوكيميا او سرطان الدم. خبريني لما عرفتي، خبروك اهلك؟ يعني كشفوا لك الموضوع دغري ولا خبوا عليك وانت قدرتي تعرفي؟ لا، هو للصراحة دغري عرفت أنه معي كانسر، كنت مع أهلي بس خبرنا الدكتور. خبرك معهم يعني؟ إيه، عرفت أنه فحوصاتي مش منيح، بس كان أنه لازم بدنا ننزل على مركز سرطان الأطفال لنشوف إذا الفحوصات مزبوطين أنه مش منيح ولا ممكن يكون أنه غلط. فهيك أول ما عرفت بصراحة يعني. كيف كانت ردة فعلك؟ أنه شو؟ ما بعرف شو حسيت، يعني هيك كأني صرت بعالم تاني. كنت يعني بعمر ال 14 كنت فهمانش يعني سرطان الدم؟ كنت إيه عارفة، بعرفش يعني. هو أول ما نسمع كلمة سرطان إنه منخاف، منخاف يعني، كل حدا بيسمع بسرطان إنه أف. ما عرفت شو بدي أعمل، ضعت أول فترة كنت كتير خايفانة، خفت من كل شيء. أول نهار عرفت فيه كنت ضايعة وما عارفة شو بدي أعمل. لبين منظر أهلك كيف كانت ردة فعلهم؟ يعني أهلك قد إيه وقفوا معك؟ أكيد وقفوا معك، بس إنه الأهل أو بهالحالة هن لحالهم يعني. أول ما المشكلة عرفوا بحسوا فيها كتير، بخاف صراحة. أنا قويت كرمالهم، بس عرفت أول ما عرفوا خفت عليهم. إيه، كيف عملت، شو عملت ماما وبابا وأختي وخي، بس عرف خي مسافر، بس عرف كمان كيف كانت ردة فعله. فأنا لا، إنه قويت حالي وقلت إنه أنا فيي، إنه فيي أتغلب عليه للمرض. كيف عرفتي إنه فيك تتغلب عليه للمرض؟ بالأمل، دايما متكلة على الله الحمد لله إنه أكيد حأشفى. ومركز سرطان الأطفال كتير دعمني، ويعني هن كانوا دايما عم بيقووني إنه في علاج وما تخافي وكل شيء حيكون منيح. آيا بلكي أنت من الكايات أو الحالات يلي كانت صعبة، لأنه أنت شفيتي ورجع المرض، وعلى مدار 3 سنين عشتي هيدي المعاناة. هو فترة علاجي كانت لمدة 3 سنين. نعم، كنت بالبروفي أول ما عرفتي. صحيح، كان وتفوقتي، يعني ما أثر الموضوع عليك كيف؟ صح. هو كان قبل بشهرين تقريبا او اكثر شوي عرفت انه معي كانسر. اول شيء كنت خفت شوي من الامتحانات، بس كنت بالمستشفى اول فتره، قعدت شي شهر بالمستشفى. رح نبلش نشوف الصور انت وعم تحكي. ايه، كان لي شي شهر بالمستشفى، كنت عم بدرس انا وبالمستشفى. فقلت لا، انه بدي اعمل الامتحانات، ولانه انا انه بعرف انه شاطره بالمدرسه، لا بدي اعمل الامتحانات وبدي اجيب درجه. كنت بالليل ادرس وبنهار كنت عم باخذ العلاج ويكون عندي رفاقي وهيك. اوكي، كنت تتوجعي بهيدي الفتره؟ اكيد، كانت كثير مرحله صعبه، بالاخص اول شهر كنت بعدني عم باخذ الكيمو جديد، وكان يعني جسمي بعده ما انه معود عليه وشي جديد عم بفوت على جسمي. فاي كانت فتره كثير صعبه، كان في كثير وجع وكنت كثير تعبانه اول فتره. شو هاد صار؟ رجعت قدمت الامتحانات والحمد لله جبت جيد جدا. من بعدها رجع المرض مزبوط؟ هو لا، يعني 3 سنين مدت علاجي. هي 3 سنين مدت العلاج. 3 سنين. اوكي، صح. اليوم انت بصحة جيدة جدا، يعني ما بقى عايزة ابدا تعملي علاجات؟ لا الحمد لله، عم بيطلعوا فحوصات كثير منيح، مشكور الله. اوكي، ورجعت طول شعرك، عم نشوف صور على كل حال. صح. لأليك مع العيلة. هي الصورة بس خلصت. بس خلصت شو العلاج؟ كل شيء، كنت عم بحتفل، عملت حفله هيك صغيره مع رفاقتي. طب آيا اليوم يعني بس هيك خبريني، لما هيك رجعتي صحيتي ورجعتي هيك للحياه، هلا اكيد انت حدا صغير، هون صورة التخرج تبعك، انت حدا صغير يمكن بعد ما شاف شيء من الحياه، ولكن هيك شو اللي بتحسي العبره اللي اخذتيها من بعد ما قطعتي بهيدي الفتره الصعبه؟ يعني اليوم كيف هيك جاي على الدنيا؟
تعلمت اشياء كثيره من هيدي المرحله الثلاث سنين، انه الحياه حلوه ولازم دائما يكون عندنا امل كرمال وما نخف من ولا شيء بالدنيا. ضلني دائما قويه واتحدى اي شيء بالحياه. فتحديت السرطان، يعني في بطلت خايفاني من ولا شيء. ايه صفيكي تعملي كل شيء من اي شيء. طب اليوم عندك خوف انه يرجع المرض؟ يعني بتفكري بهالقصص ولا اليوم؟ ايه شوي بخاف انه يكون بروجع، بس انه طول ما موجود الامل الحمد لله بفضل الرب، يعني اكيد في ارجع اتغلب عليه مره ثانيه. ودائما بتعملي هلا دائما بتعملي فحوصات دوريه؟ ايه اكيد كل شهر او كل شهر. اختك معنا بالكواليس، قد ايه اختك شكلها واقفه حدك كثير؟ دائما حدي ما تركتني ولا لحظه، حتى يعني كانت دائما معي بالمستشفى وتعمل اي شيء بس كل ما يشوفوني مبسوطه، هي واهلي وخيي حتى مسافر كانه كان معنا. كانت للعائله كلها، بلكي هيك قربتكم كثير لبعض. اليوم هيك شو عبالك تقولي لاهلك لرفقاتك يلي كثير وقفوا حدك؟ آية بدي اقول لهم انه بحبهم كثير كثير وشكرا على كل شيء عملتوا لي اياه، وانا بفضلكم يعني هالقد قويه ودائما كنتوا حدي، بحبكم كثير وبشكركم من كل قلبي. نعم. آية بدي اسألك اليوم هيك، يعني بتفكري مثلا تكتبي قصة حياتك، بتكتبي شو صار معك بهالمرحلة، او جربت تدونت هيك لحظات او تفاصيل؟ ما بعرف، لانه انتم بهالعمر المراهقين بحبوا يكتبوا، بحبوا ايه كثير بحب اكتب، وكنت كمان عم فكر اعمل كتاب حط فيه صوري وكل شيء اتركه لإلي ذكرى لبعدين، واكتب كل شيء كل صورة وكل ذكرياتها تحت منها وشو الثاني وهي، وبحب كثير اكيد اكتب قصتي. نعم اوكي عم بقولوا لي شي فوق. اوكي آية، هيك مره استضفت يعني مروه بحقيقه كمان يعني مريضه سرطان، مروه بعدها بمعركتها ولكن كتبت قصه حياتها وبتقول انه ما تخافوا تحكوا عن المرض، يعني هيدي بلكي كانت الهدف الاساسي من كتابها. قد ايه اليوم ما بتخافي تقولي قدام الكل؟ لانه نحن عندنا مشكل انه هيدا مريض كانسير وهيدا كان، يعني بعدنا بنحكي بنتعاطى بهالطريقه، قد ايه اليوم ما بتخافي تقولي شو كان بكي؟ بالعكس ابدا ما بخاف، بالعكس بفتخر بحالي اني انا كان معي كانسر وتغلبت عليه وانتصرت عليه. ما لازم ابدا نخاف انه نقول انه معنا كانسر، بالعكس اذا يمكن نكون عم نحكي عم نعطي امل لغيرنا وعم نساعدهم اذا كانوا مريضين او مش مريضين، حتى المش مريضين ممكن يكونوا عم بياخذوا امل. بحي الله تكي، لانه ما حدا فوق راسه خيمه، ومرض الكانسر بيجي باي لحظه وباي، ما لازم ابدا نخاف. اوكي طب آية بس يعني هول اللحظات اللي انت تقطعي فيهم بلكي تخافي، شو كنت تحكي مع مين؟ كنت احكي مع اهلي. كنت تحكي؟ كان مركز سرطان الاطفال اذا كنا نخاف من اي شيء كنا نحكي معهم، كانوا يساعدونا بكل مرحله بكل خطوه كانوا معنا. اوكي هن كانوا يشتغلوا على نفسيتكم، يعني انت اوقات كنت تخافي تخبري اهلك او تحكي لانه ما بدك تخوفيهم؟ احيانا صح، كنت احكي مع يعني ممكن احكي مع حدا من المركز، كانوا يساعدوني كانوا بيشتغلوا على نفسيتنا شوي اكثر من ما بيعطونا العلاج، كثير بيركزوا على هالشيء دائما يعني بالمستشفى، حتى ولا مره بالمستشفى زعلت انه هي نازله على المستشفى، كنت اقضي اغلب الاحيان بالمستشفى ما كنت ازعل ابدا، كانوا النيرسات دائما يهتموا انه دائما يخلونا نكون مبسوطين. فما كنت خايف، لا كنت احكي معهم، واذا كنت خايف شوي على اهلات انه اخبرهم شيء، بس انه كانوا عم بيساعدوني. انت اليوم اكيد بخلال فتره علاجك تاكدت قد ايه النفسيه بتلعب دور انه تقوى مناعه الجسم وتواجه، قد ايه هالموضوع فعلا مهم للاسف. يعني انت وعيتي على اشياء كثير بكير بالحياه. مزبوط، لازم اهم شيء تكون النفسيه، اهم شيء نكون مبسوطين من جوا لفينا نعمل اي شيء ونتغلب على اي شيء بالحياه، اي صعوبات بالحياه. صحيح بيقولوا انه الله بيعطي قوه بهول اللحظات آية، يعني بتحسي فجاه قد ايه الواحد بيكون بلكي مصدومه من الخبريه، ولكن الله بنفس الوقت بيعطيك قوه كثير لتواجهي، فجاه بلاقي حاله كثير قوي الواحد. مزبوط، انا اول ما عرفت ما بعرف يعني حتى ثاني نهار، بس كنت اول نهار عرفت انه معي كانسر كنت شو. مصدومه ايه، بس ثاني نهار ما بعرف انه عادي اوكي انه قادره انا قادره اتغلب عليه، الله مثل عن جد اعطاني قوه والحمد لله. كنت بكل هاي الفتره قويه وتغلبت على السرطان. اختك عبالي اختك تجي على الهواء، بتجي ما بتجي دغري عملت لي لا ايه عبالي ليه ما بتحبي؟ اوكي
بدي احيي على كل حال عائلتك واخواتك اليوم هيك. بدي انت توجهي رساله لكثير ناس بلكي عارفوا عن جديد انه معهم كانسر. بدي اقول لهم انه ما تخافوا ابدا، انه انتم لازم تتغلبوا عليه بضحكتكم بايمانكم بالله، وباذن الله حيكون كل شيء منيح. والسرطان سرطان كثير ضعيف قدامنا، يعني اذا كنا نحن قوايا هو كثير ضعيف قدامنا، بضحكتنا فينا نتغلب عليه. بس مش كل انواع السرطانات آية، يعني في حالات بتكون صعبه، برايك فينا نتغلب عليها؟ حتى لو كانت الحالات صعبه يعني لازم نكون دائما متمسكين بالامل، ودائما لازم يكون ايماننا بالله كبير تنتخطى المرحله. نعم. يعني هي فتره صغيره وحتمرق. صح انه صعبه بس انه حتمرق. اوكي آية ناطره نتائج التيرمينال هلا. صح. شو ناجحه شو وضعك؟ اكيد يعني انت حدا شاطر وما تاثر كل هيدي الفتره. ان شاء الله عملت كثير منيح ان شاء الله. طيب شو بتحبي تتخصصي؟ خبريني هلا عن هواياتك هيك الى جانب، قد ايه الهوايات كمان طلعتك من الجو من المود؟ هواياتي كثير بحب ارسم، كنت بالمستشفى ارسم وعبي وقتي بالرسم. يعني تعلمت الرسم بالمستشفى ولا من قبل؟ لا كنت قبل ارسم، برسم ماندالاز، فكنت بالمستشفى دائما ارسم ودائما اعمل اشياء بتسليني، احضر هيك، واذا باذن الله حب اعمل دكتوره. دكتوره؟ دكتوره شو؟ دكتوره اطفال. ويمكن كفي ارجع للامراض السرطانيه بصراحه، بس ضليتني اغلب الاحيان بالمستشفى، وهودي 3 سنين بين الدكاتره والنرسات هو حلمي من انا وصغير كنت دكتوره. يعني هيدا الشيء مكتشفتيه من قبل، مش انه صح بس كنت بعادت عن هيدا الشيء انه تعب كثير لإلي، بس لما صرت بالمستشفى اغلب الاحيان بين الدكاتره لا بالعكس، عرفت انه هيدا الشيء اللي عن جد انا بدي اكون، وبدي ساعد اشخاص غيري مريضين كرمال اللي يتخطوا المرحله. يعني حسيت انه هيدا الشغله، وانه هيدا شغله كثير صعبه وكثير كثير متعبه، بس حسيت حالي يعني بدي اكون مثلهم، بدي ساعد حياه اشخاص ثانيين. نعم. آية ما بعرف، بدنا نبلش هيك نختم، بدي اتشكرك انا كثير على هيك هالقوه اللي طالعه فيها واللي اعطيتي لنا اياها. وانا دائما بقول انه اي حدا قطع بمرحله صعبه، ان كان مرض او اي انكسار او اي وجع او اي كف بالحياه، بيعلمنا كيف عن جد نواجه، لانه اوقات مثل ما ذكرت بالبدايه بنعلي على قصص صغيره. صح مزبوط. انت اليوم شو هيك احلامك هلا منطلقه الى اين؟ ان شاء الله انه حكون صرت اقوى من قبل، بتحدى اي شيء، يعني بطلت خايفاني من ولا شيء، باذن الله بعدين حكون دكتوره وحساعد اشخاص غيري. قدرت على السوشيال ميديا توثقي هيدي المرحله؟ يعني على صفحاتك على السوشيال ميديا جربي هيك تكوني تكوني بلكي هالبوزيتيف صوت يعني لكل الناس، قدرت تخبري؟ خبريني عن كنت كل فتره مثلا بس لي سنه نزلت بوست خبرت عن كل شيء صار معي، وبس كل مرحله كنت خلصها كنت نزل بوست اخبر كل شيء صار معي. مين علمك انك تحكي وهالقد؟ يعني بتحكي بارتياح كبير عن الموضوع، مين علمك هالقد او انت قررتي؟ انا عادي انا قررت انه لازم اخبر قصتي، يمكن بعطي امل لغيري، يمكن حدا يعني يكون يأسان او شيء بالحياه بس يسمع هيدي القصه انه يتغير. اوكي. على السوشيال ميديا وثقتي كل شيء؟ ايه. خبرتي؟ ايه. وهلا عم تخبري مراحلك الجديدة؟ صح. آية غاز الدين، أنا بدي أحييكي، حيي قوتك وخي إنك اليوم سعيدة ومبسوطة، بتمنى لك كل الصحة لأنه بتستاهلي، وأصلا يعني ولا إنسان بيستاهل يمرض، ولكن أوقات الله يمكن بجربنا، أو أوقات هيك بنقطع بظروف لنقوى لنصير هيك عارفين قيمة الدنيا أكثر. بشكرك كثير، بتمنى لك كل الصحة، بتمنى لك النجاح. بدي أرجع أطمن عليك أنه نجحتي بالترمينال. بعد كم إمتى النتيجة؟ بعد ما حددوا، بس بعد مفروض بهالجمعة. ايه مفروض يعني هاليومين، لانه طلعوا البروفيه، لا بدهم جمعه بيطلعوا تقريبا الترمينال. صح. شكرا لك واهلا وسهلا فيكي.